شوف المعلم، اكثر الناس اللي كتكرهك راه ماشي كيكرهوك الله في سبيل الله. شتي نضمن لك وكان ما كنتيش احسن منهم ما كانوش غيكرهوك. هادشي ابار الا كنتي انت انسان مكروه وكدير الشر في عباد الله وتستاهل انهم يكرهوك. يعني كنتي مواصلهم غير بالخير، ولكن واخا هكذا كيكرهوك عرف راه حسدا من عندي انفسي، حيت ما كيكرهوكش كشخص، كيكرهو شي حاجه درتيها ما قدروش هما يديروها، كيكرهو التفوق ديالك، حتى راسهم في مقارنه معك وكيحبطهم نجاحك او تفوقك. وفي الغالب في الامر غتلقاهم ناس عمرهم ما شافوا منك غير الخير، شابكينها مورا ظهرك جلاد وطالقين عليك الاشاعات، وقدامك كيبنطقوا لك وضاربين لك الف حساب. كتلقى راسك كتريني فيهم احاسيس الحسد والكره والغيره حتى كيوليو ابطال العالم في النفاق. الخلاصه هو ان الناس ما كتشابهش، والوقت والتجربه في الحياه كتخلينا نميزوا ما بين الخبيث والطيب. واخر حاجه هي ان الوقايه من شر الخلق هي مسافه الامان اللي خصك تخلي بينك وبين الناس، واحسن صداقه ممكن تكونها هي اللي غتكون